زوز يا زوز، صباح الفل يا حبي، كده اللباس الحمد لله بخير. الحمد لله حبيبي حبيبي، كيف سمعت مزيان؟ كل شيء مزيان. طب الحمد لله. انت كده بعدك مزيان؟ والله الحمد لله بخير. وهذا مجال منين جابوك رجليك؟ منين جيتي؟ من الخدمة زوز، بالخدمة. كل شيء صباح، كل شيء والله مزيان. الحمد لله يا حبيبي، كله بخير حبيبي. الله يسهل عليك. آمين آمين يا حبيبي. آمين آمين. ولكن اليوم أنا غادي نعلمك بأن راه غير أنا وياك صبحنا سولو هنا. سولو؟ هو إيه اللي لا مؤاخذة سولو؟ معلش. سولو عندنا إحنا في الدريدة هي وحدينا. يا زوز اللي أنت بتقوله ده عيب وحرام. هو الجوع اللي فين إحنا فين؟ أنت جعان يا زوز؟ هتعمل فينا إيه يا زوز؟ هتعمل فينا إيه؟ إحنا دابا راه غادي فكرت مزيان وكل شيء. ما لقيت غير ندخل انا وياك للكوزينه وغادي نوريك اش غادي نديرو. ندير واحد الطاجين مغربي. ربنا يستر ربنا يستر. زوز انا هفتح فيديو عشان انا هتفرج والناس كمان هتتفرج، ولا عندك اي اعتراض؟ على راسي وعيني. طب يلا يا جدعان، يلا معانا على المطبخ نشوف الجريمه اللي الزوز هيعملها ايه، وربنا يستر. يلا يا زوز. بسم الله بسم الله. يلا 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 يا زوز، يلا خش قدام يا زوز، خش وربنا يستر. استنى يا جدعان استنى. يا زوز يا زوز انا عايز اعرف انت هتاكلنا ايه؟ طيب معلش هنوكل لك طاجين مغربي. ايوه طيب. فيه فيه شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا، وشويه ديال الجلبانه، وشويه ديال القرع. طب معلش انا سيبك من ده، يعني البطاطس وعرفناها، ايه الخز وايه الجلبانه دي؟ هو الخز هو اللي معروف باللغه العربيه الجزر. الجزر تمام. والجلبانه؟ الجلبانه هي البازيلا باللغه العربيه. بص احنا بنقول عليها في مصر بسله، بس باللهجه العاميه يعني. انت صح يعني في اللغه العربيه البازيلاء. يا زوز ينفع نوري الكلام اللي انت بتقوله ده للناس؟ ضروري وممكن. طيب يلا انا عايز اتفرج والناس كمان عايزه تتفرج، ولا ايه؟ يلا يا سيدنا يلا نتفرجوا معانا الناس. يلا بينا بقى يا زوز اتحفنا. دابا غادي نديرو اول حاجه نديرو البطاطا. أيوة. هاي احنا دابا كنسطفوها نديروها. أيوة. باش تعطي واحد المنظر. لا غادي نديروها دابا باش تمام. وغادي نسطفو من بعد منها غادي نسطفو خيزو. ها هو ديال سميتو دا الجزر. دا الجزر عندكم على الجزر. والقرعة لان انتم عندكم الكوسه. يا كوسه. كوسه زين. حتى حنا عندنا كنسمعوا بعض المرات في مراكش القرعه ولا الكوسه. دابا الكوسه انتم عندنا الكوتشي. في مراكش عندنا الكوتشي الكيتيبي ديال سميتو. هذا ده ايه؟ ده الفلفل. ده الفلفل هذاك هذا لان كنقولوا حنا في الدريده ديالنا الا ما كليتيش الطاجين بحرورته بحرور زعما كيكون حار. ايوه كما كيقول الجزائري راهي حر حر. ايوه راه الا ما كليتيش بالحرور راه الطاجين خصو ولا بد يكون فيه ديك الحرور. نتوما اش كتقولوا لي حراق؟ حراق الحراق يعني ده نقول فلفل حامي. الحراق ولا الحراق اللي كيحرق الناس؟ لا 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 خليها غير هنا، خليها غير فلفله حاره سودانيه كما كيقولوا حتى في المغرب الشرقي قلياطه. قلياطه زعما خلاص. يبقى احنا كده عندنا عشان برضه نبقى عارفين ده الجزر، القرعه، البطاطس، اللحم، البازيلا. البازيلا 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 ماشي البسلة ديالنا. البازيلا البازيلا ماشي عم. هذا هو احنا دابا كنشطفوا. يفتح الشهيه. المهم غير يقبلوا عليا هذا كما دار الديكور يقبلوا عليا الناس اللي مشاركين معنا هذا الطاجين. وان شاء الله غادي نوكلوه اليوم. يلا نتمناو يطلع بالصحه والراحه. هادشي اللي كاين. انا دابا غادي نزيد هذه البطاطا ان شاء الله ونكملوا هذا سميتو مادام كتبغيها.
تتبغي بزاف الطاطا الحلوه انا ما كنبغيهاش ولكني غادي نديرها في الطاجين على خاطر مدام مدام لانك تعب معنا بزاف دي الحبيبه دي الحبيبه الحبيبه تقول الحبيبه ما تقولش المدام لا المدام مدام وحبيبه كل شيء فيها اجمع كل شيء اي مصطلح فيه ماشي عبد العزيز ماشي عبد العزيز والله يسمح لنا منهم الله يسمح لنا من الحبيبه واللبيبه خلاص بابا لما تسمعك بقى لا الحمد لله دابا ما كنسمعنا حد انا وياك كنهضروا دابا عندنا حريه التعبير اه دابا نعبروا كي بغينا المهم عرفتي علاش كنعبروا كي بغينا باش هاد الطاجين بغينا يطلع يطلع بالحساب يطلع بطريقه ربنا يستر يا زوز والله الحمد لله وانا غادي نجمعوا هاد البازيلا اللي كتقول انت هنا غنديروها هنا الوسط غادي نخليو ليها باش تعطينا واحد نكاكا نجمعوها هنا هيا هيا ومن بعد ندورو هنا بجنب نكملو نكملو بعدا نبنيو هاد الطاجين دابا حنا راه كنبنيوه دابا هو هو طالع هو طالع المهم طلعناه من الارضيه هو طالع الارضيه فيها البصل واللحم وفيها جميع الخضر اي خضر دابا اللي بغى يدير غير حنا دابا هاد الخضر متعودين كنديروهم هادو كيكونوا رسميه في الطاجين لان هما اللي كيجيو للدار عندك البطاطا وخيزو والجلبانه وسميتو والقرعه طب ما تيجي نعمل مشروع عزوز يعني ربنا يستر بقى ما عرفش انا في الاخر هيطلع طعمه حلو ولا ايه يا زوز الحمد لله اللي بغى واللي بغى يجي ياكلوا معنا يجي معنا يا باشا مرحبا المشروع ديالنا هو أيوة. يرضيو رضيو هاد 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 الحلوفه عندنا كنعيطوا ليها حنا بالحلوفه الحلو لان ما كتشبعش وخصنا نرضيوها لان حنا دابا ما يمكنش نجلسوا بالجوع نجلسوا النهار كله حنا جالسين بالجوع مادام ها هي خارجه البنت ها هي تايره في العمل ايوا دابا شنو اللي بقينا بقينا انا وياك نحاولوا نديروا المستحيل باش نقدوا هذه المسائل ربنا يستر هذا ونتمنوا الله ربنا يستر وما تولعناش في البيت يطلع 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 ربنا يستر ازوز يطلع في الحساب احنا دابا نزيدوا هنا نعمروا هذه البلايص اللي هنا هما هنا باش نخليو الطاجين باش نقدروا نغطيوه الى ما درناش هكا ما هكا دابا غادي نشدوا هكا قبل صافي حنا راه سالينا دابا كي جاك الشكل ديالو والله مزيان الطاجين جاهز والله يقوع اصلا يا عمي يقوع العافيه ديال البوتاكاز وحنا كده احنا كده سالينا خلاص صح والله شكله يقوع يا عبد العزيز عجبك اه جميل والله دير معاه شي تصويره استنى صور سيلفي هتعملوا دلوقتي دابا غادي نحطو على النار دابا غادي نشعل البوطه ايوه البوطة عندنا بنقول عليها أنبوبة أنبوبة اه والمرة عندكم بتقول عليها ايه؟ العافية العافية؟ احنا العافية عندنا جزء انت فكرتني بأول ما أول مرة جيت فيها المغرب هنا كنت معرفش بعمل حاجة فقابلت واحد فمعرفش بقول له ايه ربنا يعطيك العافية فراح باصص لي كده أكني شتمته قال لي ليه كده يا أخويا يعني أنا بدنا ده انا عامل لك خير قلت له في ايه ما انا بدعي لك قال لي لا انت كده بتدعي عليا قلت له لا انا ما بدعيش عليك انا بقول لك ربنا يعطيك العافيه الصحه والعافيه قال لي لا العافيه عندنا هي النار قلت له يا نهار اسود يا اما لا ما اعرفش دي هي العافيه عندنا احنا مش على النار ماشي المهم غادي نخويو عليها التوابل كلها جمعناها هنا كلها جميع الابزار أيوة. الخرقوم الكركم سكينجبير ايوه شويه ديال التحميره هو انا مش فاهمك بس انا عندي اهم حاجه ان الناس تكون فاهمات وتكون مستمتعه معاك كمل يا زوز كمل ده انت اسطوره كمل بسم الله توكلنا على الله ايوه غادي نديروا هذا المرق كله نصيبوا أيوة. عليه هنا خلاص يا ناس المرق كله ربنا نصيبوا عليه هنا كله هذا باش نخليه يتفاعل مع هاد الخضر اللي حطينا ها هو كامل ايوه دابا غادي نخليوه يغلي غير شي شويه يغلي شي شويه حتى ياخذ قد ايه يسوى على النار كده دابا ياخذ دير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق بين ما يبدا بقى يبدا شي شويه ونقصوا من النار باش نديروا عشان يبقى على النار النار هاديه النار دابا خويا غير نحسوا به بان كيطلع يطلع شي شويه ويطلع داك البخار ديالو ونخليوه على على خاطره ويطيب على المهل ذكرني في واحد الاغنيه ديال شاديه
فيلم ديال بشرة خير مع كمال شناوي ويونا بولسي وإسماعيل ياسين ومجموعة ديال الممثلين بالتجين، وكانت البطولة ديالو ديال مع كمال شناوي. المهم ده فيلم ايه ولا اغنيتي اصلا؟ هي هو في فيلم ديال بشرة خير، ولكن كانت في واحد المقطع ديال هي وكمال شناوي سايقين سيارة وكتقول لي ايوه سوء على مهل سوء بكرة الدنيا ترو. والله ده انا هقفل، انا هقفل بسبب اللي جاب سوء على مهلك سوء يا زوز للتجين اللي احنا بنعمل عشان هتسيبه على مهله يعني، فسوء على مهلك سوء. ماشي يا زوز، انا مهلك سوء دي انا عندي حاجه تانية يا زوز. احنا نستنى الاكل لما يطيب وبعد كده نبدا نشوف الجريمه اللي الزوز عملها، نرجع لكم بعد ما يطيب بقى، ربنا يستر. ورجعنا لكم بعد الجريمه، بس اسمحوا لنا احنا اسفين، لان بصراحه الاكل مغري فخلانا احنا كنا جعانين جدا، بس برضو لسه في اكل اللي كان الزوز كان بيعمله في المطبخ. ويلا بينا بقى نشوف ايه الزوز الاكل بتاعه طلع عامل ازاي. صراحه الواحد شاف الحاجه دي ما ينفعش ان هو يستنى. اسمحوا لنا بقى هاد الجهه اللي كلينا احنا منها وهاد الجهه خلينا الحرمات ديالنا. طيب يعني يا عم كنا نبيعهم اصلا، يا عم احنا كسبانين كنا نبيعهم. لا انا خليهم ولا ما كانش يوحني الحرم، مش كنا نبيعهم احسن، احنا الكسبانين. حبيبي يا زوز، لا الشيف الزوز، زوز يا زوز يا زوز يا عم الناس. ايوه يا زوز سيدي. السلام عليكم. كبسه. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله. ما ولا بديروا له. هاي 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 شكون طيبين اصحابكم غير نتوما اللي كديروا الطواجن، حتى حنا راه سميتو احنا خرجونا في الرجوله الا ما درنا لسه. ابوكي كان بيقول لي نروح نبيع النصيب الحريم، بس قلت له لا ما يصحش. معلش يا زوز انا ببيعك، معلش اسمع. انا هتراجي احنا كنا حشوم عليكم. لا مش حشوم. حشوم علينا. انزلي يا حشوم، انزلي يا حشوم، انزلي انزلي. شوف احنا كلينا من الجهه الشرقيه وخلينا لكم الغربيه. دابا الغربيه المنطقه ديالكم. هادي تشوف راجلك شنو دار. هادي تشوف الزوج ديالك. اتزنقنا. شوف الا ما كلاوش انا راه دايرو بمناسبه ديال راس العام. أيوة. لجميع المشاهدين كاع اللي كيحبوني واللي كيدعيو معنا. والله شوف شاركنا معاهم الكلام وشاركنا معاهم الفيديوهات، ولكن دابا غنشاركوا معاهم الطعام. والله يا ريت تشرفونا. نشارك معاهم الطعام. يا ريت تشرفونا والله. شوف وغندخلهم للحاله المدنيه، غادي يوليو دابا من العائله ديالنا. خلاص دابا انت عودوا من العائله ديالنا، غادي يولي كلهم قريبين. عجبك زوين زوين. انا كنت قبل ما وهو واخدني على المطبخ هنا قلت ربنا يستر. والحمد لله ربنا ستر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زوز يا زوز يا زوز يا عم الناس. ايوه يا زوز سيدي الناس. والله الدنيا يا شي احنا دابا ما طيبوش غير الطواجن. اسمحوا لنا ثاني مره بقى تلي شي قلب عنده ما طيبش احنا نطيبوش. اسمحوا لنا ثاني مره ان احنا كلنا وما عزمناش عليكم، بس اسمحوا لنا. وقبل ما اقفل الفيديو يعني اسمح لي اتفضل مره اخرى عندي لهم طاجن خصوصا لوحدهم. لوحدهم هتعزمهم؟ لوحدهم نعزمهم كاملين. هيخلص الحق لو ما وقفش. شوف اللي عايز ندير لهم طاجن، اللي عايز يخش يبعت لي مسج على الانستجرام عندكم الفيسبوك. يا رب ما تكونوش زهقتوا مننا يا رب. وقبل ما اقفل يا رب نكون خفاف على القلب. وحبيت اقول لكم لتاني مره كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير حبيبي زوز. والله يرضي عليكم ويرضي عليكم. امين يا رب. ورضيوا علينا احنا. امين. مستنيين كومنتاتكم. ان شاء الله. لايكات وكومنتات مستنينا. ان شاء الله. السلام عليكم. الله يوفقكم.